مشاهدينا مرحبا بكم متابعي قناه شروق نيوز. اليوم القفه راهي تجول والدور، واليوم راهي ضيفه في مدينه كانت تلقب سابقا في عهد الفينيقيين بممر للعبور وهي تيبازا. يلا بلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا الميزانيه والضيف تاعنا لنهار اليوم. السلام عليكم، معكم احسن قصاب، مواطنه جزائريه وصانعه محتوى على تيك توك كل ما يخص المراه. بون اليوم القفه راهي عندي، القفه اليوم درت فيها 2000 دينار راح نقضي بها واش ندير الفطور اليوم. كيما الشربة عندي من البارح، واليوم واش حبيت نقضي، حبيت نشري الدجاج ونشري لي لوغيم. راح ندير دجاج محمر مع خضره صوتي، وكم دي ساغ راح ندير دي بانكيك بلي فخاز. فوالا سلام احسان. وعليكم السلام بشرى، واش راكي؟ ياك ما طولتش عليك بزاف. ما طولتيش. قبل ما نروحوا نشوفوا القفه تاعنا واش رانا حين نتقاضاو لها اليوم، نذكركم مشاهدينا ان احسان دارت لها الميزانيه تاعها نهار اليوم 2000 دينار جزائري. ونسقسيوها كيفاش هي دايره مع رمضان. والله مع رمضان صافا الحمد لله، يعني راهو جاز تمتم ديجا انا سامين انا ديجا داخلين في الاسبوع الثامن. نعم والحمد لله يا ربي. باغابوغ الميزانيه كل نهار وكيفاش، يعني 2000 دينار ماهيش ثابته، ما تنساش بلي اليوم ديجا عندي شربه تاع البارح، تما راح نقضي واش نديرو دوزيام. معليش نسقسيك احسان، الميزانيه اللي فاتت على اليوم، اليوم درتي 2000 دينار، نهار من رمضان اللي فوتي على 2000 دينار شحال لحقت؟ دي فوا تلحق لي حتى 4000 دينار، يعني بالديساغ بالشربات ولا هذوك كي عارفه واش ندير. اما احنا ما نطولوش بزاف على المشاهد ونبداو نروحو نتقاضاو لقفيفتنا ونشوفو ولا احسان اترد الصرف لنهار اليوم. يلا غاية. مشاهدينا كما قالت لكم احسان ان القفه تاعها لنهار اليوم دارت لها الميزانيه تاعها 2000 دينار 200 دينار. عدد الافراد العائله 4. الله يبارك. اول حاجه اللي حتبدا بها احسان، بون راح نروح عند البوشي نشوف الكويس. السلام عليكم. صحه رمضان. الله يسلمك، صحه رمضانكم، رمضانكم بالصحه والهنا. الله يسلمك، فاش راك دايما مع رمضان؟ صافا صافا مع الخدمه. ديجا رانا لا ثروزيام سومان. انا صايمين 15 شهر، انا في النص الحمد لله الحمد لله. طيب قبل ما نشوفوا احسان واش تدي من عندك، هي قالت لي ندي لي كويس، بصح راني حابه نعرف الاسعار اللحوم البيضاء اللي عندك هنايا. بون اللحوم البيضاء لو بولي كومبلي راهو 42، لا كويس دو بولي راهي 40، لو بلون دو بولي راهو 85، اي الماريني مرقاز بري نورمال، ماهوش طالع طالع وماهوش هابط. شحال راهم يديروا الجناح؟ الجناح راهو 28000، الرقبه راهي 15000، سكاي دو بولي راهي 65، الماريني راهو 85، كويس دو بولي راهو 40، بلون دو بولي راهو 85، سافا لو بري ماهوش هابط هابط وماهوش طالع طالع، يقدر المواطن الجزائري شويه شويه. هذاك هو صح. دوك نشوفوا احسان واش تدير. راح يمدلي دوكويس دوكويس وي. أربعمية وستين دينار. انا جينا عند الخضار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صحه رمضانك. الله يسلمك انتم، مثلا صحه رمضانكم. كيفاش راك دايما رمضان؟ صافا الحمد لله. الله يبارك، راك تبان ناشط. الله يسلمك، لازم على الخدمه كاع كي تعرف. ومع المشتريه كيفاه؟ صافا ولا غير ماشيه الامور. قبل ما نشوفوا احسان واش عندها لقفيفه تاعنا نهار اليوم، ديجا صرفت منها 460 دينار جزائري، راني حابه نعرف الاسعار تاع الخضر اللي يدير في هذا الاسبوع الثالث من رمضان. ما كاش مشكل كاع. نعم، كيما نبداو بالبطاطا اللي راهي الله يبارك ما حبش تهبط كامل. البطاطا راهي 2500 12 ونص. شحال يدي في سوق الجملة؟ سوق الجملة راهي دير حتى 10500 11500. يبارك. البصل؟ البصل راهو 6000 كيلو 6000. طماطم؟ طماطم راهي 12000 اليوم 12. زرودية؟ زرودية 10000 10000. القرعة كورجيت؟ 12000 12.
واش لا هبطت ولا مازالها؟ راهي 20000 20000 صافا. راني نشوف في هذا السوق مقارنة بالأسواق الأخرين يعني راهي 20000 كانت دير 24 27000 في الأسواق. كاين وين لحقت؟ كاين وين لحقت هكذا؟ برك دوك نشوفوا برك إحسان واش عندها؟ بو يمد لي كيلو بلاطة، كيلو بلاطة نعم، وكيلو بصل، وكيلو زرودية، معدنوس عندك؟ عندك الحشاوش؟ إيه مد لي معدنوس ورطل فلفل. وي الله يبارك. صح صح. ها تقدر تقول لنا كل حاجه شحال جاتها؟ وي دوك نقول سير عندك البطاطا فيها كيلو 12000 اه، عندك هذا البصل فيه كيلو 6000، وعندك هذه زروديه كيلو اه، زروديه فيها 10000 هكذا 28 و500. هذه عندك طرشي هنايا فيها رطل فيها 11000، هذه صافي 39500 39.5 و 2005 تاع المعدنوس صافي 42 الولايه تي باس 42 معناتها الخضره جاتك 42000 420 دينار جزائري. سي بون تفضل. صحة فطورك. الله يسلمك. ثم صحة فطوركم ويعطيكم صحة. عندنا إحسان دوك راح نشوفو لي فخاز باسكو لي بانكيك يحبهم بلي فخاز. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. واشك دايمه رمضان؟ لاباس. ماهوش غالبك شوية؟ شوية شوية اختي. احسان عندها انديسا غديرو للسهره احات دي لي فريز، بصح راني حابه نعرف اسعار الفواكه اللي راهي عندك هنايا. في نقول لك البنان 45 ولي فريز 34 والدلاع 20000. راني نشوف بلي البنان هبط هذا الاسبوع الثالث من رمضان. ايه هبط هبط في سوق الجمله، كانوا يبيعون في 76 73 74 ومعطف هبط. رحنا صباح نقضوا لقيناه ب 50، مواد غدو مدى لقيناها ب 40، غدو مدى لقيناها ب 30. الحمد لله. الحمد لله يا ربي، لا الشعب ولا ياكل. الحمد لله يا ربي. دوك نشوفوا برك إحسان تخير البواطة اللي حابة تديها. دروق احسان راكي كملتي القضيه نتاع القفه تاعك. بصح انا راني حابه نقول المواطنين شحال راهم يديروا اسعار اللحوم الحمراء هنا في سوق المنار بيتي بازا. السلام عليكم. سلام مرحبا بكم تفضل. الله يسلمك. صحه رمضانك. الله يسلمك خيتي. مرحبا بكم في المركز التجاري المنار. الله يسلمك. رانا حابين نعرفوا شحال يدير هنايا اسعار اللحوم الحمراء البقري والغنمي. اسعار اللحوم الحمراء عندنا الغنمي راهو ب 170، حاجة مليحة، كاليتي مليحة، تسمعها صغير. البقري عندنا هبرة 180، عندنا مرحي ب 150 160، هكا لي بري، تسمى لي بري مليحة، من هكا شوية القدرة الشرائية تاع المواطن شوية تعبانة، واش كاين الناس تقبل الناس ما تتقبلش. عندنا الجاج 40000، سكالوب 75000. حرام يديروا لي كوت. لي كوت 170. الله يبارك. يعني الاسعار مقارنه مع بدايه رمضان بدات شويه تنخفض. تنخفض مش كيما الاسعار مع بدايه رمضان، بدات تنخفض مش كيما اليومين الاولين كانت الهبره ب 190 200، دروك في 180، كان الغنمي في 180 او في 170 هبط ب 10000، الدجاج لحق حتى ل 46، دروك في 40000. صافا
لاباس. وحنا ما نطولوش عليك ويعطيك الصحة وصحة فطورك. صحة فطوركم، ميرسي بيان، صحة. يعني احسان رديتي صرف 190 ألف، الله يبارك عليك. امراه جزائريه مقتصده جدا، شرات كلش وشي خصها القفيفه والفطور تاعنا لنهار اليوم. كلمه اخيره احسان اللي تمديها المشاهد بخصوص هذا الشهر الفضيل، انه هذا الشهر ما يستغلوش للتبذير. بيان سيغ ماشي لازم نخسروا دراهم بزاف باش ناكلوا بيان، ولا دي فوا بوش عندك بالقليل راح تاكلي بيان وديري واش تحبي وعادي، لازم يكون الاقتصاد وتعمري الطابله ديالك وتفرحي عائلتك. يعطيك الصحه احسان، دوك ما نشدوكش بزاف باش تروحي توجدي الفطور تاع نهار اليوم. قولي لهم صحه فطوركم، صحه فطوركم ويعطيكم الصحه. الله يسلمك. مشاهدينا رانا وصلنا الى نهايه العدد لنهار اليوم. كما تبعتوا معنا كانت ضيفه القفه احسان، وين صرفت 1180 دينار جزائري للقفه ديالها لنهار اليوم. يلا وتذكروا مليح انه الشيء القليل طيح فيه البركه وبنتو تجيب لينا. صحه فطوركم.